ازاي كلنا يبقى شكل جسمنا حلو، ازاي كلنا ما يبقاش عندنا اي ديفوهات او اي عيوب في شكل جسمنا. اكيد السمنه من اخطر الامراض المنتشره دلوقتي. السمنه سبب رئيسي ان يجي لكم ضغط او سكر او كبد دهني او ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثيه في الدم. السمنه هو مرض العصر دلوقتي. كلامنا النهارده هنتكلم على الناس حبايبنا اللي عايزين يخسوا في منطقه معينه في الجسم، زي الناس اللي عندهم كرش مثلا، او الناس اللي عندها ارداف، الناس اللي عندها دراعات، ازاي يقدروا يخسوا بمنتهى الامان ومنتهى الصحه. وخصوصا ان ناس كتيره جدا تقول لي يا دكتوره حنان احنا جسمنا كله شكله كويس ووزننا على الميزان كويس ومتناسق مع طولنا، ولكن عندنا مشكله ان عندي كرش، بحاول كتير وبقالي سنين بحاول انزل في الكرش ده مش عارفه، او ان عندي دراعات وللاسف مش عارفه انزل الدراعات. هقول لكم النهارده بقى الطريقه السحريه ان انتوا يقدر ينزل معاكم السمنه الموضعيه، او ينزل معاكم الدراعات او الكرش او أرداف أو سمانة الرجل، أو ناس حتى اللي عندها لغد، بطريقة بسيطة جدا وبكلام سلس جدا وخطوات بسيطة هتعملوها هتحسوا فرق في أقل من 3 أسابيع كمان. طيب كلامنا النهاردة هنتكلم على السمنة بشكل عام، كمان الناس اللي عندها سمنة كلية. ناس كتيرة قوي تقول يا دكتورة حنان جربت وصفات كتيرة للأسف ما جابتش نتيجة، حرمت نفسي من الأكل ومع ذلك برضو ما نزلتش الوزن اللي المفروض أن أنا أنزله، عملت رياضة كتير جدا، بتمشى في اليوم ساعة في اليوم ما بجيبش نتيجة مع نزول الوزن، جربت كمان رجيم أو الرجيم الكيميائي، عملت جلسات تفتيت الدهون عند الدكاترة وفي العيادات بأجهزة غالية جدا ودفعت فلوس كتيرة جدا وما جابتش النتيجة معايا المطلوبة، عملت جراحات. ناس كتيرة جدا بتعمل جراحات سواء كان تكميم معدة، تدبيس معدة، أو تحويل مسار، وبعد ما بتعمل الجراحة بتنزل طبعا في وقتها شوية، بعدها بترجع تزيد نفس الوزن اللي هي خسيته للأسف بعد ما بتكون دفعت فلوس كتيرة جدا. كان في ألام شديدة جدا في وقت العملية، كمان كان في فترة نقاهة أكيد ومخاطر للعمليات الجراحية ومخاطر للبنج. فإزاي أقدر أتفادى كل الكلام ده وأقدر إن أنا أعالج السمنة بشكل صحي وبشكل طبيعي 100% ويكون شكل مضمون ومرخص من وزارة الصحة المصرية؟ عن طريق كورس الأناسيليوم اللي هنتكلم عليه النهاردة. كورس الأناسيليوم هو الكورس رقم 1 في مصر في التخسيس، سواء كانت سمنة كلية أو سمنة مفرطة أو الناس اللي عندها سمنة موضعية كمان. طيب كورس الأناسيليوم مش بيكون من منتج واحد ولا اتنين ولا تلاتة، كورس الأناسيليوم بيكون من 6 منتجات بيكملوا بعض، كلهم نقدر نخس بيهم من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد، بالإضافة إن شعري هيبقى حلو، بشرتي هتبقى حلوة، ومناعتي هتبقى قوية مع النزول في الوزن. بنشوف منتجات كتير تخسيس في كل حتة، يعني منتجات التخسيس متوفرة في جميع الأنحاء، في جميع أنحاء مصر، على السوشيال ميديا بنشوف، على كلام صاحبتي أو كلام جارتي. إيه اللي بيميز كورس الأناسيليوم وبيخليه أقوى كورس تخسيس في مصر؟ لأنه بسبب كذا حاجة. أول حاجة خلونا نتكلم إن كورس الأناسيليوم هو الكورس الوحيد اللي هيقدر ينزلكم في الوزن في الشهر الواحد من 10 كيلو ل 15 كيلو، وساعات في بعض حالات السمنة المفرطة اللي هي الناس اللي عايزه تخس بشكل كبير قوي بيبقى عندها 50 60 كيلو بينزلوا معانا في الشهر 20 كيلو. طيب رقم 2 ان الكورس بالكامل مش مجرد منتج واحد ولا اتنين، الكورس زي ما قلت لكم 6 منتجات كلهم هدفهم ان انا انزل في الوزن وفي نفس الوقت ان انا شعري وصحتي تكون كويسه ومناعتي قويه. ثالث حاجه الكورس من اوله لاخره مواد طبيعيه 100%، يعني الكورس كله يا جماعه عباره عن مواد طبيعية وأعشاب طبيعية وخلاصة الفاكهة الطبيعية اللي تقدر تنزلكم في الوزن من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد. وعشان كده بنقول إن الكورس مناسب جدا لنزول الوزن عند الأطفال، لنزول الوزن عند الشباب، لنزول الوزن عند كبار السن، ونزول الوزن كمان مع الناس اللي عندها ضغط أو سكر أو أي مرض مزمن وبتاخدوا له أي علاجات، فبيبقى مناسب جدا. كمان كورس الأناسيليوم هو الكورس الوحيد في مصر اللي يقدر يخسسك من غير ما تعملي دايت ومن غير ما تعملي رياضة ومن غير ما تعملي عمليات، يعني الكورس زي ما بنقول كورس سحري متكامل.